ألقى قرار السلطات الفرنسية فتح أرشيفها السرية عن حرب الجزائر قبل موعده القانوني بظلال كبيرة في الجزائر بعد أن نكأ لدى كثيرين جروح الماضي القريب. أنا تعذبت، أنا فرنسا عذبتني، أنا قعدت 6 سنين في السجون، عام في شركة جينا في الجزائر، عام في الحرغاش، و4 سنين في لومبيز في بيتنا. أنا عذبتني فرنسا. فرنسا التي أخذت معها أرشيف التحقيقات الأمنية لدى مغادرتها الجزائر إبان استقلالها عام 1962 أعلنت على لسان وزيرة ثقافتها أنها ستكشف عن هذا الأرشيف لتزيل الستار عن حقائق كثيرة، وهي خطوة يراها الجزائريون في غاية الأهمية. هذا الأرشيف طبعا مهم جدا بالنسبة للجزائريين، لأنه يوثق في نفس الوقت لمرحلة مهمة جدا من التاريخ النضالي، سواء الحركة الوطنية أو المقاومات الشعبية أو حتى خلال فترة الثورة التحريرية وما صاحبته من اغتيالات، مثلا بالنسبة لاغتيال الشهيد العربي بن مهيدي أو المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل. وإن كان لكل شيء ثمنه، فإن خبراء يرون أن إخراج فرنسا لهذا الملف إلى النور سيترتب عليه دفعها أثمانا قانونية ومالية وأخلاقية. يترتب عنه قانونيا أن الدولة الجزائرية تقيد شكوى رسمية لدى محكمة لاهاي بهولندا وفقا لنص المادة 19 من المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا أن هذه العلاقات قد تفسر بأن فرنسا تريد التقرب وتريد الاعتذار، لكن هذا لا يكفي، بل لابد كذلك أن ينجر حتى ربما تعويضات مادية. فتح بعض من الأرشيف الفرنسي المتعلق بتاريخ الجزائر سبق وتحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي طالب فرنسا الحالية بالاعتراف بماضيها الدموي الذي خلف أكثر من 5 ملايين شهيد جزائري. الخطوة الفرنسية بفتح الأرشيف الجزائري يرى متابعون أنها لا تخلو من حسابات قد توتر العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، وقد تكون ورقة لتهدئة الغضب الجزائري داخليا وخارجيا على مستوى جميع الملفات، منها ملف الجالية الذي قد يؤثر على الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في فرنسا. نهاد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.